وهنروح الآن إلى فلسطين. أنا عايزة أقول لكم إن أنا كمان ليا تجربة في تلفزيون فلسطين، تجربة عزيزة جدا على قلبي لما رحنا من خلال بيت للكل لزيارة تلفزيون فلسطين، وهم بكل فخر يقفوا يورونا كده الصور ويورونا المبنى، وكمان نشوف صور للمبنى كم مرة تم يعني هدم هذا المبنى، وبنوا أولاد التلفزيون الفلسطيني المبنى مرة تانية ومرة تالتة. الصمود دايما موجود حتى في الرسالة الإعلامية. تعالوا الآن إلى تقرير مع التلفزيون الفلسطيني. أول بث تجريبي لتلفزيون فلسطين كان عام 95، لكن أول نقل فعلي كان في 3 تموز لعام 94، واللي كان نقل لعودة الراحل ياسر عرفات لأرض الوطن وتحديداً من أريحة. هاي اللحظة كانت باكورة لعمل شاق متواصل ليل مع نهار للانطلاق بفضاء إعلامي فلسطيني واعد. بداية البث التلفزيوني لاقت تفاعل غير مسبوق من الشعب الفلسطيني اللي أصبح الآن يمتلك وسيلته الإعلامية الخاصة فيه، تعبر عنه، عن احتياجاته وعما يريد بخطاب فلسطيني خالص، بعد أن كان متأثر بالخطاب الإعلامي المحيط. تنبهت القيادة السياسية مبكراً لإنشاء ذراع إعلامي يواكب متطلبات اللحظة السياسية الراهنة. وفي مطلع عام 2016 أمر السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن بأن يتزامن ذلك مع ميلاد فجر إعلامي جديد وفق عقيدة إعلامية تراعي الظروف ومتطلباتها وتلبي شروط النهوض كضرورة وطنية. وبتولي الإدارة الجديدة منظومة الإعلام الرسمي، بدأ بتجهيز المبنى الجديد بأحدث التقنيات العالمية وإنشاء استوديوهات بأحدث النظم وتدعيم الكادر البشري بالتقنيين ومهنيين، وبشر ذلك بفجر إعلامي يعتمد أعلى المعايير الحرفية، وأطلق شعار أخذ فلسطين إلى العالم وجلب العالم إلى فلسطين، وقد صدق الرهان. وبدأ الخطاب الإعلامي بالتأثير في إعادة تشكيل الوعي الوطني بما ينسجم مع تطلعات شعبنا وقيادته الوطنية، وبات تلفزيون فلسطين المرجع الأصيل للخبر الفلسطيني، وهذا هو المنجز الوطني المنشود. فرض التلفزيون حضوراً فاعلاً في القدس العاصمة، وأصلت طواقمه العاملة في المدينة كافة جوانب حياة الناس، ووثقت مجمل جرائم الاحتلال وتهويده المستمر لشواهد الدالة على إسلامية المدينة ومسيحيتها وعروبتها، ما استفز الاحتلال الذي أغلق مكاتب التلفزيون ولاحق العاملين واعتقلهم وحقق معهم بل وهددهم إن واصلوا العمل بالاعتقال وفرض الغرامات الباهظة، لكن المقدسيون بادروا بسد هذا الفراغ بأن تطوعوا مراسلين للتلفزيون بهواتفهم النقالة، وواصلوا توثيق جرائم الاحتلال وبثها عبر الشاشة الوطنية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن التربص بالتلفزيون تواصل لكن بوتيرة أكثر شراسة في محاربة المحتوى الوطني، وقام الاحتلال بتجنيد إمكانات ضخمة من أجل فرض الرواية والمصطلح والحالة الخاصة به عبر المواقع والمنصات الإلكترونية والتكنولوجية. لكن التلفزيون واصل العمل الدؤوب مسخراً ما ملك من إمكانات وطاقات لتكريس الرواية والمصطلح الفلسطيني ومنعها من المس والتحوير لفرض خطابنا الفلسطيني وفرض مقولتنا الفلسطينية التي تمثل جذر قضيتنا الوطنية ورسالتنا الحضارية.